عليكم ورحمة الله وبركاته. ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. ومعانا فيديو جديد وخبر جديد، بس يا ريت قبل ما نبدأ خبرنا ننساش نعمل لايك، نشترك في القناة، وقبل ده كله نصلي على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. خبرنا النهاردة بيتكلم عن الإعلامية الجزائرية سمية، وهي بتبكي بالدموع في ليلة زفافها وحفل زفافها طبعا الجميل اللي كان حديث الناس كلها. وطبعا بعد كده هي كانت بتبكي من شدة الفرح، وان هي بتحب عمار جدا، هو كمان بيحبها جدا، والناس بدأت تبحث عن سمية وهل دي الزواجة الاولى ليها ولا التانية، وهي الزواجة التانية ليها كانت متزوجة وانفصلت، والناس بدأت تبحث عن عمار برضو هل هو كان متزوج وانفصل ولا ايه الحكاية. هو ما كانش متزوج وانفصل، هو كان يعني خاطب وفسخ خطوبته ولكن ما كانش متزوج. ربنا يسعدهم يا رب الاثنين مع بعض، هم ثنائي رائع وطيبين، وربنا يجعلهم عوض لبعض يا رب العالمين. هنا انا عندي الجبنات راحوا، ربي يرزقني بوحده، بنتكم راهي امانه في رقبتي الى يوم الدين. ثم دار لي حل اتهناو كاع يهنيهم ويسعدهم. وكانت ظهرت سمية بأكتر من إطلالة، كلهم رائعين جدا جدا جدا، ولباس تقليدي جزائري جميل، وتصميمات رائعة جدا جدا جدا، ومناسبة عليها. كل اختيار كانت اختارته هو مناسب عليها جدا جدا. واضح ان كل اللباس التقليدي الجزائري بيتلبس في الأول، وفستان الفرح فستان الزفاف الأبيض هو في النهاية. ربنا يوفقها يا رب، ويوفقها هي وعمار في حياتهم إن شاء الله. واشوف حضراتكم على الف خير. وكانت من اكتر الحاجات واللقطات المؤثره كمان الاستاذ جلال لما قال دي يعني في عهدتنا لاخر العمر. ربنا يا رب يسعدهم جميعا ويوفقهم، وده طبعا دليل على نبل الاخلاق. السلام عليكم.